<applause> انا ما كنجبد حتى شي اسم حتى شي حاجه هذوك 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 ما كنهضرش عليهم نهائيا ملفز قال لك تيقفز ملي نسبات الكلام لها اوكي ليك من بعد واش نتي كنت قصد... قصدها اوكي ما غنخاف من حتى شي واحد، اوكي كنت قاصدك انه باش يجي واحد يكومونتي لي انا تحت الكومونتير ما بين 1000 كومونتير، اوكي يكون جاوا 50 كومونتير، يكون جاوا 60 70، اوكي كان ينطيقك مي انك دير كومونتير و... و... ونجاوبك حيت انا ما خايفش منك، وتسكريني وتنزلوا في حسابك الرسمي هذا اصلا دليل على انك مكلخ وانك انت اللي كدور وتكسب حسابات وهميه، حيت اشكر راسك وانا ما كنبغيش نشكر راسي، وعمرني الحمد لله ما شكرت راسي عند شي واحد. ديالكم <applause> لانه عندي الخدمه في المغرب الى جانب رمضان ما كتكونش الخدمه بزاف دونك كنجي نرتاح مع العائله وانا وبنتي نشوفها اكثر لانه في الخدمه شويه ما كنشوفوش بعضياتنا بزاف ومجموعه ديال الاشياء يعني ارتاحينا في رمضان الحمد لله اختي بان لك شي بان لك شي 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 <applause> قلقيله <applause> <applause> حاجه ما قليله كيبداو يقلوا بمزاجهم ويزيدوا بمزاجهم الله يعفو عليهم انا راه خدامه وكنشد عمر ونزيد مع الطريق وانتم يا حاضرين نقصوا زاد <تصرف> أه المفاجاه هي ناس الغيوان اللي نزلت اغنيه ناس الغيوان اللي كيتسناوها مني بزاف ديال الناس أه الميدلي ديال اغاني ناس الغيوان الحمد لله نزلتو الناس كانوا مبهورين وفرحانين الحمد لله وفرحانه بزاف الصراحه لانه كل مره كندير شي حاجه جديده كتعجبني كتعجب الناس اللي كيبغيوني كي وفي الاول وفي الاخر ديما غنبقى نقولها اللي كيدير شي حاجه راه كتبان الحمد لله أه ما كنهضرش غير هكاك ما عنديش مع البلا بلا والفلسفه ما كاين اللي بين اللي والو ولكن الحمد لله أه نعمه الله راه باينه علينا والله يوفقنا ووفق الجميع الناس اللي ما كيحسدوش راه ربي موفقهم كندير شي حاجه ما كندمش عليها انايا عمرني ندمت على شي حاجه كندير شي حاجه انا عجباني علاش غندم عليها انا غادا قاصده ديك الحاجه باش حيت انا عجباني ما كاينش اش غادي نندم عليها نهائيا ولا شي جواب جاوبت شي نهار وندمت عليه ما كندمش كنقول الحاجه حيت انا مخرجه عن قناعه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي